إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج دروس في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. دروس في الحج. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الدروس المباركة من دروس الحج، والتي نتزود منها من الآداب والأحكام والتوجيهات كي نؤدي فريضتنا وفق ما جاء في الكتاب والسنة. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، ليس المقصود من الحج أن تذهب تسافر وأن تقف في المشاعر وتمشي مع الحجاج، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تعمل الطاعات ترجو ثوابها من الله، وأن تتجنب المحرمات تخشى من عقاب الله، فهذه هي التقوى. سميت التقوى لأنها تقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا لسفر الدنيا بالطعام والشراب، تزودوا لسفر الآخرة بالتقوى. والطعام والشراب لا بد أن يكون من حلال لا من كسب حرام. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير، فالذي يحج بمال حرام هذا ما حج، وإن كان سافر على الرواحل، فالرواحل حجت لكنه هو لم يحج. فما حججت ولكن حجت العير، ما يقبل الله إلا كل صالحة، ليس كل من حج بيت الله مبرور. فالبر إنما يكون بطاعة الله سبحانه، بفعل أوامره وتجنب معاصيه، هذا هو البر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما في الحديث، لكن المهم هنا على نفقة الحج. يحرص الإنسان أن يأخذ معه ما يكفيه ويستغني به عن الناس، ويكون هذا الزاد من مال حلال طيب، ولا يحج بمال حرام، فإنه إن حج به فإنه لا أجر له بذلك ولا يعتبر حاجا. فعلى المسلم يتنبه لهذا الأمر، وأن يعد للحج نفقة طيبة من كسب حلال ليس فيه حرام ولا شبهة، لأنه في سبيل الله عز وجل. الحاج في سبيل الله، والحج جهاد، إلا أنه لا قتال فيه. فيعد له المسلم نفقة طيبة من كسب حلال تغذي تغذية طيبة وتعينه على طاعة الله وعلى أداء المناسك، تغنيه عن الناس، تطلع إلى ما في أيديهم ومنتهم. هذا هو الذي يجب على الحاج، يستخلص من ماله النفقة الطيبة التي تكفيه ذهابا وإيابا. فهذا هو الواجب على الحاج في النفقة، أن يختار النفقة الحلال من الكسب الطيب حتى تعينه على طاعة الله وتغنيه عن التطلع إلى الآخرين
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على متابعتكم لهذا البرنامج، وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في الحج. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. دروس في الحج. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.